هل تخيلت يوماً أن تصبح الصحاري القاحلة أراضٍ خضراء فتمتلئ بالمروج والأشجار وتزرع بالغذاء الوفير، والأهم من ذلك تنقذنا من التغير المناخي؟ لابد أن ذلك الأمر سيكون رائعاً، أليس كذلك؟ ففي النهاية الصحراء مجرد أراضٍ قاحلة وليست ذات قيمة. حسناً يا صديقي، لا تظلم الصحراء، فلولا الصحراء لربما انهارت الحياة على كوكبنا. كيف ذلك؟ تابع هذا الفيديو لتعرف. تبلغ مساحة الصحراء ثلث عالمنا، وتتوزع تلك الصحاري بين الجزيرة العربية والصحراء الكبرى وإفريقيا وأمريكا وأستراليا وحتى روسيا. فصدق أو لا تصدق، تملك روسيا صحراء تزيد مساحتها عن صحراء الجزيرة العربية. فصحراء الجزيرة العربية تبلغ مساحتها 4 ملايين كيلومتر مربع، أما صحراء سيبيريا الروسية فتبلغ مساحتها 6 ملايين كيلومتر مربع. لكن الاختلاف أن صحراء سيبيريا متجمدة لكن أمطارها قليلة جدا. تخيل أن نزرع كل تلك المساحات الشاسعة فتمتلئ النباتات الخضراء وتصبح سلة غذاء العالم. النباتات والأشجار هي رئات الأرض، ونحن الآن بحاجة إلى المزيد منها. فيمكن لعدة أشجار امتصاص نفس كمية ثاني أكسيد الكربون التي تنتجها سيارة واحدة تسير 100,000 كيلومتر. فتخيل لو امتلأ ثلث الأرض بالغابات، لابد أن ذلك سيكون عظيماً. لكن السؤال، هل ذلك ممكن في الواقع؟ نعم، ففي الماضي تمكنت الصين من تشجير ثلث صحرائها فيما عرف بمشروع كوبتشي، والذي استغرق 30 عاماً. بالتأكيد لو أراد البشر زراعة الصحراء فعليهم توفير مصدر للمياه، ويمكن ذلك من خلال ضخ المياه المحلاة من السواحل إلى الصحراء لريها. وحين تنمو الأشجار ستمد التربة بالعناصر الغذائية اللازمة، وستزداد كميات الأمطار، وستبرد درجة الحرارة الإجمالية للصحراء بمقدار 8 درجات مئوية، وعندها ستصبح الصحراء أرضاً خضراء وللأبد. قد تسأل، لماذا لا تقوم الدول بذلك فوراً؟ الأمر ليس بتلك البساطة، فتكلفة مشروع كهذا ستصل للمليارات وقد تزيد عن ميزانيات دول عظمى. وحتى لو تمكننا من جمع مبلغ عظيم كذلك المبلغ وزرعنا الصحراء، فإن الأمور لن تكون رائعة كما تظن. أول الكوارث التي ستحصل هي الجراد. إذا تحول ثلث الكرة الأرضية لأراض خصبة فإن ذلك سيؤدي لتكاثر الجراد بشكل مهول، وقد لا يستطيع البشر مكافحته. لكن تأثير الجراد سيكون أمرا بسيطا أمام ما سيجري لاحقا. إن اختفت الصحراء فستختفي معها غابات الأمازون. من عجائب كوكبنا أن مصير غابات الأمازون الأكثر إمطاراً في العالم مرتبط بمدى جفاف الصحراء الكبرى. فالرياح تحمل غبار الصحراء لمسافات شاسعة من شمال إفريقيا عابرة المحيط الأطلسي إلى غابات الأمازون، وذلك الغبار هو المسؤول فعلياً عن تساقط الأمطار الوفيرة على تلك الغابة، لأن الرطوبة تتكاثف على ذرات الغبار فيتساقط بسببها المطر. حين تختفي الرمال فإن الرمال لن تنتقل مع الهواء للأمازون، وبالتالي لن تتكاثف الرطوبة ولن يسقط المطر، وستتحول غابات الأمازون لصحراء قاحلة، وستجف الأنهار الكبرى وأهمها نهر الأمازون العظيم. ومصير مئات الملايين من البشر في دول كبرى كالبرازيل والأرجنتين سيكون في مهب الريح، وسيعانون المجاعة، ومعهم ستنقرض الكثير من النباتات والحيوانات والمخلوقات من عالمنا. لن يقتصر تحويل الصحراء على الكوارث المناخية، فحين تتحول الصحراء لأراض خضراء ستجلب معها غزاة أشد فتكا من الجراد، فستطمع بها الدول الاستعمارية، وقد ينشأ بذلك صراع بين قوى العالم حول تلك الأراضي التي أصبحت شديدة الأهمية بعد أن كانت غير ذات قيمة. هل يعني ذلك أن علينا التخلي عن فكرة تشجير الصحراء تماماً؟ بالتأكيد لا. يمكن مثلاً تشجير الصحراء جزئياً تماماً كما فعلت الصين. فعندما نعلم أن الصحراء هي ثلث عالمنا، يمكننا تخيل كم سيكون الأمر مجدياً لو تم تشجير 10% فقط منها. تلك الكمية لوحدها ستكون كفيلة بتخليص العالم من الانبعاثات الضارة وتوفير المزيد من الغذاء الكافي لتأمين مستقبل البشرية دون حصول آثار جانبية خطيرة.
بإمكاننا أيضا استغلال الصحراء بشكل أفضل، خصوصا في مجالات مثل توليد الطاقة النظيفة بالاستعانة بشمس الصحراء، وحينها قد تكون الفائدة أكبر من تشجيرها. فماذا عنك أنت؟ هل تؤيد فكرة تشجير الصحراء أم أنك تعتقد أنها فكرة سيئة؟